نعاودو. المهم كان عشان ضربت بيه الاوفيه لان كان اشكال في الصوت، واخا تفضل قدمنا راسك بطبيعه الحال وضلنا على الشيء هذا اللي وقع هنا البارح. محمد العربي حمدون رئيس تعاونيه القاده السياحيه ورئيس جمعيه فضاء اسبيريس. قوت شويه الله يفتح عليك. محمد العربي حمدون رئيس تعاونيه القاده السياحيه ورئيس جمعيه فضاء اسبيريس للتنميه. بالنسبه للواقع هذه فكان الواقع هو مؤسف جدا. يعني البداية كيفاش بدات، كيف وقفنا لقينا العافية بدات كتبدا من الكراسي الخلفية، الباب ديال السيارة مفتوحة من الخلف. على حسب ما لاحظنا الأيام هو أن بعض المراهقين كيدخلو كيدخنو تما، هادي غالبا بقات شي كولية شي كارو أو شي حاجة بحكم كراسة البونج وهادي راه شعلت العافية، هادي مسألة باينة. أما باش تكون عملية مقصودة فهذا احتمال باين. واخا فين جابوها؟ سميت هاد المكان هذا بالضبط بطبيعة الحال؟ مدرسة رقادة في يعني حدا مدرسة رقادة في الباب ديال المدرسة بالضبط. واخا السيارة هذه السيارة الثانية ولا الأولى يعني؟ هذه أول سيارة استفدنا منها ديك 2013، كان هذا الشيء جا على ذاك الخلفية ديال النزاع ديال رقادة مع المشروع السياحي حول ذاك الأراضي السلالية، وهذه السيارة جات من باب الأشياء اللي باش يكون جبر الضرر، يكون واحد استجابة لمطالب الساكنة بشكل عام. العربية كان باش يسكتو ويعدلو الأوضاع، كنت سلمت الجمعية باش تقوم بالتسيير ديالها. من بعد سنوات تم منح السيارة الثانية، وهذه كانت محتاجة الصيانة وبقات مدة مدوية هيدا. مدة كان على الأقل أنهم يعني يعدلوها ويقدوها بطبيعة الحال باش أن الأطفال والتلاميذ ديال المنطقة يستافدوا منها. على حسب المعلومات اللي وصلنا حنا من أعضاء الجمعية هو أن جاتهم تكلفة الصيانة غالية، واحد 60,000 درهم. حنا كنا اقترحنا عليهم يسلموها لجمعية أخرى رياضية بحال نادي الكرة ولا شي حاجة اللي ممكن عاود يستافدوا منها. مابقاش الوضعية هكا، ومع الأسف هي الأمور فين وصلت. دابا الوليدات ديال الرقادة غادي يمشيو في واحد الترونسبور اللي هي ترونسبور وحدة، يعني كاين الاكتظاظ كاين هي ترونسبور وحدة أصلا هي اللي خدامين فيها، وكاينة معاناة وكاينة مشاكل وحتى كاين واحد العدد الأشياء. هادي اصلا ما كانتش خدامه، هي تشوف النهايه ديالها كي جات، وهادي راه دلاله شي هاد الواقع، هادي راه عندها دلالات قويه اكيد. هادي انفعالات فاعله بطبيعه الحال. لا ما نظنش، ما نظنش 95% ليست فعل فاعل. هادي الواقعه ديال المدينه فاش كيكون التدخين بلاصه مظلمه راه حاجه بسيطه غتبقى لك في الكرسي ما تقدرش، ممكن شعل. يقدر يكون الاهمال والتمييز ديال الجمعيه المسؤوله على هذا. انا شخصيا صراحه احمل الجمعيه المسؤوليه، لان هذا تقصير، لان كنت على الباب مسدوده خلاوها. كاع سيدي سد انت بقفل وسنسله، يلاه رديت يا كوري دير لها بنت سنسله وقفل. اما الباب مفتوح او يدخلها من ولا راه مشاكل،
واخا البارح بلي جاو البوليس، جاو رجال الامن الوطني، جات الوقايه. اول ناس التحقوا من الناس ديال الشرطه، من موراها مباشره من الوقايه المدنيه تم الاطفاء ديالها. حنا كنا بغينا نطفيوها يعني نقضوا الموقف، ولكن كتفاجئ انت من براسها اكتشفنا حاجه اخرى، لان انت شتي الصور راه كان غادي تفرع الارشيف ديال الاداره تما غادي يمشي، البلاصه الاعلاميه تما غادي تمشي، والغاري في الامر بان تا المدرسه بدون حارس ليلي، على الاقل كان العساس في الباب غادي نخرجوا على الهومه وغادي نطفيوها ماشي مشكل. واخا شنو هي الرساله ديالك الاخيره بطبيعه الحال؟ الرساله ديالي هي ان السلطات المحليه خصها تعيد النظر، لان هذه المسائل هذه راه كتكلف الدوله مصاريف كثيره، خصنا نعطيوها للناس اللي اهل اختصاص تكون واحد المواكبه. شكرا.